مساء الخير ولا صباح الخير. تحياتي. أتمنى أزول أوف اللون. نتمنى تلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة ومع البرد، خصوصا البرد في المغرب. أما البرد في كندا، البرد في كندا، أنتم اليوم بدلت بلاصة فين جالسة، يعني كتشوفوا معايا كتشوفوا معايا الجو، شوفوا الثلج، يعني ما حبش اليوم عاصفه كبيره من الصباح حتى العشيه، ودابا هاد البياض اللي كتشوفوه هادي راه الثلج، ما يعني مغطي الجو. طبيعة الحال احنا بخير وعلى خير اكيد. هذا هو الجو العادي ديال فصل الشتاء في كندا، عادي جدا والناس متعودين عليه، وانا تعودت عليه هذه 4 سنين، رغم ظروف، يعني كتعرفوا الانسان ملي تيكون لاجئ ماشي هو المهاجر، عنده ظروف استثنائيه، هو انسان ما تيقدرش يسافر وقت اللي بغى، ما تيقدرش يمشي لبلاده الا لا اصبح مواطن كندي، عنده مجموعه ديال الاجراءات خاصه به، عنده وضعيه استثنائيه، رغم كل ما توفر له هذه الوضعيه من امتيازات على مستوى الامن والحريه والاستقرار وحريه التعبير بالخصوص وحريه الفكر والتعبير والمعتقد وكل شيء. اذا اليوم بغيت نرجع بكم فين وقفت في سلسله، في حكايه ملحده، عفوا حكايه لاجئه مغربيه بكندا. كنت عملت اظن 3 الفيديوهات تقريبا فيهم نص ساعة إلى 20 دقيقة، وبديت من الطفولة، وكانت آخر حلقة هي الحلقة الخاصة بالفترة اللي وصلت فيها للثانوية، في ثانوية بن رشد. يعني أنا راه درت لكم الفيديوهات، درتهم يعني عبارة على بلاي ليست، باش حتى اللي ما شافش الحلقة الأولى يمكن يرجع الحلقة الأولى ووصلت لآخر حلقة. اذا قلت كنت وصلت لمرحله انني وصلت للثانوي، سنه البكالوريا، وفي سنه البكالوريا بحكم التراكمات اللي كانت عندي ديال العديد، القراءه في الفلسفه، في العلوم الانسانيه، في الاداب، في الفن بالدرجه الاولى، تحدث عندي واحد الوعي شقي، وعي مضاد، وبديت كنفكر انني نخرج من القيود ديال الاسلامه اللي تفرضت عليا من طرف الاخ ديالي الكبير والجماعات اللي كان كينتمي ليها، وفي نفس الوقت الجماعات الافراد اللي كانوا مسيطرين في الثانويه اللي كنت كندرس فيها، لي حليمه السعديه، ومن بعد مشيت لبن رشد، وذكرت الفضل ديال الاستاذ ديالي الفلسفه عليا، استاذ توم زرحو، اللي كانت صدمه بالنسبه لي اولا انه اول مره تيشوف تلميذه محجبه في القسم ديالو، وحتى الاساتذه الاخرين كاملين في الثانويه، بحكم كنت انا وصاحبتي اللي انتقلت معايا هي كانت علميه، كنا حنا الوحيدات اللي كيلبسوا الحجاب. وملي تنقولوا الحجاب، 83 السنه اللي مشينا فيها الثانويه بن رشد، السنه الدراسيه 83 84، يعني كنلبسوا جلابه واسعه مخيطينها الاخوات، كنمشيو عندهم يخيطوهم لينا، كيدنا واحد الجلالب واسعين، اما مخيطين من هنا، وكيكونوا واسعين على الصدر، واسعين الحجاب، يعني كيكون واحد الثوب عادي، كيبقى يقولوا لنا ما تلبسوش الحرير، ما تلبسوش هادي، داكشي تلبدخ، واحد الثوب عادي كان معروف ديك الساعه، كنمشيو هما كيقول لك شري بوبلين في واحد الالوان، اما اسود ولا ابيض ولا المهم، ما كاينش داكشي ديال الزواق بزاف، هادشي اللي كاين يعني. فمن بعد يعني بقيت كان ملي دخلت القسم، بقاو تلاميذ القسم ديالي، داك القسم بكالوريا اداب انجليزيه، بقاو كلشي مصدوم، استاذ اداره، تلاميذ كثر. كنذكر الحصه ديال الفلسفه اول مره غندخل ليها عند الحصه ديال الاستاذ، احنا كنا كل استاذ عنده قسم، احنا كنا اللي كنا كنتنقلوا، والاساتذه عندهم اقسامهم، ايام الزمان نقدروا نقولوا عليه الجميل،
ماشي الزمن اللي خدمت فيه انا اللي هزا المحفظه ديالي وكندور في الاقسام. المهم دخلت الحصه ديال الاستاذ تونزا، كنتذكر يمكن كان ثلاث، وما لقيتش فين نجلس وحشمانه بزاف، ولان اول مره تنشوف. انا قريت في الاعدادي مع الذكور، ولكن في الثانوي هذيك السنتين ديال سانكيام و سيزيام كنت في كل، وانا بطبعي ما كانش عندي تواصل، حتى في الاعدادي وابتدائي ما كانش عندي تواصل مزيان مع الذكور، بحكم ان عائلتي كانوا ديما كيخلعوني من الدراري، من الذكور ما تهضريش معاه، خويا كيتحلف عليا لا لقيت كتهضري مع شي ولد غنقتلك غندير لك غنفعل لك غندرك لك. المهم قد ديما علاقتي ماشي مزيانه مع الذكور، يعني كان ممكن تحول الى وحده مثليه بكل بساطه وبكل سهوله، لان الفضاء ديالي والصداقات ديالي كدور غير مع البنات. وانتم كتعرفوا ان بزاف ديال العلاقات، انا ماشي زعما كونط، ولكن كان ممكن، كانت جميع الاسباب والشروط متوفره، بحكم ان يعني كل الفضاء او لونتوراج المحيط ديالي كله اناث في جميع يعني الصداقات. وانتم كتعرفوا بان هذا الفضاء المغلق، الفضاء الديني بالخصوص، اللي كيكون فيه اللقاء او التجمعات على اساس ديني، هو اللي تتكثر فيه غالبا العلاقات المثليه، لا عند الذكور ولا عند الاناث، بحكم انك كتلقى هذاك النوع، هذاك الجنس هو اللي كتحتك به يعني بكثره، حتى كيولي احتكاك، كيكون احتكاك عاطفي الى اخره، او فكري، حتى كيولي احتكاك جسدي عادي يعني. فما كانش عندي ديك الساعه ميولات جنسيه، ولكن غنهضر على هادشي من بعد، بان تكونت عندي من بعد ميولات جنسيه ايضا نحو الانثى، ومن بعد نحو الذكر، وما علينا. ف اول ما دخلت القسم، واحد الشخص، واحد التلميذ، واحد الشاب، هو اللي دار لي البلاصه باش نجي نجلس حداه. وهو هاد الدري كان تلميذ يعني متدين، وماشي متدين، كان متدين وملتزم، كي كنقولوا حنا في ذاك الوقت كان ملتزم، والحياه ماشي شي الحياه، واحد الحياه دايره، ولكن كان النوع اللي تا هو ما كيهضرش مع البنات، ما يسلمش مع البنات في شكل. وغريب انه كان جالس بوحدو، ما جالس حدا حتى واحد، يعني لا بنت لا ولد اللي جالس حدا، والو. البنات كانوا قلال في القسم، يعني نقدروا نقولوا كانت 60% ذكور و40% اناث، او اكثر، او 70% ذكور و30% اناث. مشيت انا جلست ما رديتش البال. ايوا من بعد هذاك السيد نسميه محمد، هذاك محمد غادي يوقع، غادي تكون واحد قصه. اما انا ما كنتش فاهمه ديك الساعه بان السيد راه شافني فاش جيت لي اول مره، ووقع وسقط في سقط في الحب، سقط يعني جا لوكود فودغ عليا، بحكم انني كنمثل واحد النموذج زعما ديال المراه اللي هو كيقدسها وكيبغيها وبغيها تكون الى اخره. صافي ملي بدينا كنجيو لحصه الفلسفه، انا بلا ما نفتخر عليكم، راه قلت لكم من قبل بانني كنت يعني تلميذه نجيبه جدا، قرايه مجتهده، الا في ماده الرياضيات، وخلاص ما بقيناش كنقراو فيزيك، لان شعبه ديال الادب راكم عارفينها ما فيهاش فيزيك، بقاو الطبيعيات. فكنت مويّن الى ضعيفه في الرياضيات، والمواد الاخرى كلها تقريبا يعني كنجيب من النقطه الاولى، فرونسي، انجلي، فلسفه، عربيه، اجتماعيات، هذوما المواد اللي كانوا. ف الفلسفه اول حصه غنبدا نرفع صبعي، الاستاذ كيتفاعل، كيدور، كندور كنلقى غير انا بوحدي اللي رفع صبعي وكنهضر، يعني كيهضر الاستاذ، كنحس بحال هما، بحال هذيك راه كيهضر معاهم باللغه الصينيه ولا ما نعرف، وانا كتجيني ديك النقاش بسيط. ولقيت المستوى ديال الاستاذ يعني عالي، جذبني داك الطريقه باش كيدير بها الاستاذ الدرس وكلشي، بديت كنتفاعل، كنرفع صبعي، استاذ يعني بحال تزادت الصدمه ديالو اكثر، تزادت الصدمه ديالو اكثر، وبقى كل مره كيطرح سؤال الى اخره، كيلقاني كنتفاعل وكنجاوب معاه.
صافي. اذا الايام تمر و حتى الواحد الاستاذ ما عمره هضر معايا على الحجاب، ما عمره جبد معايا شي حاجه على التدين والحجاب نهائيا. بل اكثر من هذا، انه ملي كان كيوزع العروض علينا كنت انا دائما سباقه باش ناخذ العروض. اعطاني كتب مثلا، بقى تنعقل، درت واحد العرض حول البنيويه، جاب لي واحد الكتاب، واحد الكتاب كنظن ديال نصيف نصار الى بقى تنعقل، على البنيويه بالعربيه. ديك الساعه كنا كنقدروا نقراو حتى بالفرونسي، نقدروا نقراو كتب في الفلسفه ولا في الادب بيان سور بالفرونسي، ما كانش عندنا مشكل. ف خدمت العرض ديالي ودخل معايا واحد التلميذ تقريبا ما عندوش نيفو، ولكن كنا ضروري خصنا نكونوا جوج. استاذ اللي قال لي دونك انا درت العرض، قدمته. دائما كنشوف الاستاذ يعني كاين وهبيه، ولكن ما عمره هو هضر معايا ولا تكلم معايا على مساله الحجاب ولا مساله التدين نهائيا. حتى انا اللي حيدت الحجاب، حيدت الحجاب تنذكر في الدوره الثالثه من هذيك السنه ديال 83 84. سمحوا لي، بعض الاصدقاء والصديقات قالوا لي بانني كان بنحوله ما كنشوفش في الكاميرا. كنتمنى دابا انني نكون كنشوف في الكاميرا باش نبان كنشوف فيكم، وما نكرهش ملاحظاتكم في الـ في الـ في, الـ في التعليقات. اذا كي قلت، حتى وصلت الدوره الثالثه قررت نحيد الحجاب، حيدته وتعرضت لواحد يعني تعرضت لواحد النوع من العنف، ما نعاودش لكم، من طرف الاخ ديالي ومن طرف هذاك الولد، هذاك الولد اللي يعني داك التلميذ اللي كان معايا، قلت لكم اللي كان جاتو الزعطة عليا. مع الوقت مع الوقت بدينا في الاول، هذاك الولد اللي كيقرا فيسبوك ديالي غيقرا واحد النص كتبته، هذاك الولد نهار بقى تنذكر هذاك الاسبوع اللي حيدت فيه الحجاب، وغادا مع البنات خارجين مع 12 وهابطه مع البنات غاديين يعني غاديين فحالنا في ديورنا، داز وصل عليا هو واحد صاحبه، وقف ويقول لي الشريفه الشريفه، درت انا لقيته هو ويقول لي جمع الدفال فمو، قال لي تفو عليك القحبه بحال هكا، هو استعمل كلمه القحبه، تفو عليك القحبه. عتي انا بقيت كنبكي، يعني جاتني الصدمه وواحد الدرجه في شكل، وبقى تنعقل قبل ما نحيد الحجاب. كنا بدينا تعرفوا كانت واحد العاده عند تلامذة البكالوريا، اللي مجهد في شي ماده كيمشي يخدم مع الاخرين، خصوصا ولاد قسمك ولا ولاد اقسام اخرين والبنات، وكنتجمعوا خارج القسم مثلا شي بلاصه في الطبيعه حدا البحر، حدا الليسينيت في الدار ديال شي حد، كنتجمعوا 5 6 7 8. انا دائما كنت كنخدم مع الجروب، كنت كنخدم معاه الفلسفه، ولكن هاد محمد ما كانش كيجي لهاد الجروبات، كانوا تلاميذ اخرين. انا دائما متخصصه في الفلسفه، ولكن انا كنت كنمشي نحضر لي كور ديال الماط. الو هو بغى شي يجبدني ليه، ديك الساعه باقي ما حيدتش الحجاب، قال لي انا واحد الولد كيقرا معانا، قال لينا واش تقدروا تجيو عندي للدار، غيجي عندي واحد الولد غيراجع معانا الماط. صافي مشيت. بقيت نتذكر هاد الولد، هو كان عايش مع خوه ومرات خوه، عايش مع خوه ومرات خوه، بحكم هو اصله من الرشيديه، ايوا ماشي كحل، ما كانش كحل، كان بيض. المهم ملي مشينا لقيناه يعني مسكين مجد واحد الكوتي في دار خوه، الحليب قال لك وهادي الحليب والتمر والكاطو وهادي، وتنعقل كان مخدم عبد الحليم، ما فهمتش. وهو ولاحظت في النظرات ديال الدراري بانهم كانوا عايقين بيه، بانه هو راه يعني كيحبني، وانا يم في ديك السن عندي، واخا عندي سبع ديك الساعه وصلت 18 عام، فانا كنت في يعني في المرحله ديال الادراك والوعي بهاد الامور، كنت صغيره على السن ديالي، كنت متخلفه.
ما كنتش كنتبه لهاد الامور هادي، ما عرفتش يعني الحب ما نحب شي واحد، العلاقه ما ربما لانني كنت بقوه داك الضغط اللي تمارس عليا وداك المنع وهذا، ما كنتش كنفكر في هاد الامور، كنت عايشه العالم ديالي. ف مشي صافي حضرنا ديك الحصه، من بعد ما عاودناش حصص اخرى في دارهم، وانا مشيت كندير الحصص ديال الفلسفه مع في الدار ديال واحد التلميذه ما كانتش كتقرا معايا، كانت كتقرا في بكالوريا اللي عندهم اسبانيا في دارهم، في دارهم كنا كنتلاقاو حتى دوزنا حتى. المهم الاستاذ حتى لواحد النهار جيت عنده، انا جيت عنده قلت لي استاذ عافاك بغيت نناقش معاك، راه انا دابا انا حيت الحجاب ولكن كنتعرض للعنف من طرف الاخ ديالي، عائلتي ما كيدافعوش عليا، لهذاك واحد التلميذ هناك كيمارس عليا واحد النوع ديال العنف الرمزي الى اخره. قلت لي انا بغيت شي حد نهضر معاه، بغيت شي حد يدعمني ويشجعني. قال لي ما كاين حتى مشكل، على الرحب والساعه. دار معايا واحد الحصه داخل الثانويه، يعني عنده ساعتين من جوج لربعة خاوية، وخدام من ربعة لستة. جيت للثانوية وعنده كانت عنده السيارة، مدخل السيارة حدا الإدارة ويعني قدام العينين ديال الإدارة وكل شيء، وكل شيء كيشوف باش تعرفوا الوعي ديال الأساتذة كي داير، يعني داخل المؤسسة كيهضر معايا. جلسنا في الطوموبيل وبقى كيشرق، بقينا كنهضروا وكنسال وكذا. اول واحد قال لي انت انسانه حره كتملكي الاراده ديالك، من حقك ديري اللي بغيتي في جسدك وفي حياتك. وكانت ديك اللحظه هي اهم لحظه حاسمه في حياتي، اللي حسيت فيها بانني انا انسانه عندها قيمه وعندها اراده وعندها واحد يعني من حقها انها تقرر مصيرها. استحملت شويه وداك داك العنف ديال الاخ ديالي وداك الضرب وداك الحضيان، هو اصلا كان مضيع قبل العام ديال البكالوري، كان خصو ينجح العام اللي قبل هذاك العام اللي قريت فيه انايا بكالوريا، حتى هو كان بكالوريا ما كانش كيدخل، مقابل غير الجامعات الاسلاميه، الجلسات، المخيمات، الاعتكافات، ومقابلني انا هادشي اللي مقابل. المهم ضيع بعد هذيك السنه نجحت فيه انا، هو ما نجحش، هو غينجح حتى السنه اللي من بعد، ولا ما عرفت الرابعه اللي من بعد. المهم ما نجحش الاخ ديالي، نجحت انايا، نجحت ونجحت في الدوره، نجحت في الدوره الثانيه ماشي في الدوره الاولى ديال الباك، عاودت الباك، عاودت الدورة، يعني ما نجحتش في الدورة الأولى حيت جوج دورات، نجحت في الدورة الثانية. وكنت باغا ندير الصحافة، يعني كنت عوالة غندير الصحافة، ومع الأسف وتصوروا هذاك الشاب اللي كان كيقولت لي كان داك المسلم اللي كان مرة ملي راه كنا خرجنا واحد الوقيته كنخدموا زعما كنمشيو للغابة، كنمشيو لواحد غابة سيلطون، دوزنا واحد الفترة مع بعضنا، ماشي بعضنا، كنا حنا واحد الثلاثي انا وياه وواحد الولد. وبعض المرات كيلحقوا علينا شي بنات كان معروفه اللي ساكنين في يعقوب منصور، ما بقاوش هاد الفضاءات بحال كي كانوا في الوقت ديالنا. مثلا كانت واحد البلاصه سميتها فيتا فين كاين العرفان، كنا كنمشيو واحد البلاصه وسط الطبيعه قبل ما تبنى كليه الطب الاسنان اللي كاينه تما، قبل ما تبدا مدينه العرفان، حدا السكه يعني ديال القطار كدوز من تما. كنا كنحفظوا في الدبو في البحر فين كاين لا بيسين، لا غوند بيسين اللي كاينه دابا في الرباط. كنا كنمشيو لغابه هيلتون، كنا كنحفظوا حدا السور، كنجلسوا على السور ديال ثانويه بنو رشد. المهم كاينه فضاءات اللي هي على برا كثيره. وواحد الوقيته بدينا كنخدموا اونصومبل في مجموعين، كنمشيو كيمجي كي مثلا كنخرجوا في الصباح، خصوصا واحد الفتره كانت عندنا العطله، وكاينه واحد القضيه كانت كانوا يعطونا وقت كتير قبل الامتحان ديال البكالوريا، تقريبا الامتحان كان في ماي، كان في ماي وكنا تقريبا افغيل راه سالينا، كيقولوا لنا سيروا توجدوا الباك. من بعد صافي انا ما تصور كنت كنعاود ان هذاك السيد هذاك محمد اللي سميته محمد
دابا هو كان كيقول لي ملي كديري الحجاب، كتيقول لي انا باغي ندير التعليم وديري انت التعليم ونتزوجوا ونديروا اسره، وانا كنت يقول لي هادشي انا ما كنتش كنفهم، انا ما كنتش كنتجاوب معاه وما كنتش كنفهم الى اخره، كنخليه يقول لي بغا وصافي، ما كنفكرش في وملي انايا ملي خدينا هو خد الباك في الدوره الاولى، خد الباك في الدوره الاولى رغم انه كان متوسط النيفو ديالو متوسط جدا في كاع المواد، ومشى دار الصحافه، مشى دار الصحافه، دار المعهد العالي للصحافه، وما عمرو فكر يكون صحافي فقط لانه عرفني انا كغندير الصحافه، فمشى ودوز امتحان ونجح. انا غنبقى حتى الدوره الثانيه وغندوزو بطبيعه الحال امتحان بينه وبين نتائج الدوره الثانيه فقط اسبوع، مشيت دوزت وما نجحتش، وهو صدق نجح ولا من بعد صحافي. وبزاف الصحابه كيعرفوه وما يمكنش نقول الاسم ديالو طبيعه الحال. ومن بعد من بعد كانت هذيك هي اخر لحظه كنشوفوا فيها، هي كنظن كنا في الثانوي باش مشينا ناخذوا الشواهد ديالنا ديال الباك، ما عمري شفتو من موراها 21 عام غادي نتلاقاو من بعد. ف هو ولا صحفي ولا عنده بوست مزيان وبلوزيور بوست والى اخره، ف ومن بعد تلاقينا في اطار يعني ولينا اصدقاء وبزاف، انسان الزمان والتجربه وهذا فعلات يعني فعلها في الانسان. فمن بعد دونك انا بقات لي الكليه، بقات لي الكليه، مشيت الكليه دفعت بطبيعة الحال شعبات الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، كلية الآداب بالرباط باب الرواح، وبدأت الرحلة ديالي كطالبة جامعية في كلية الآداب، يعني السنة الأولى بطبيعة الحال عامة، وفي السنة الثانية درت تخصص علم الاجتماع في الموسم الدراسي 83-84، وغتبدا مسيره اخرى طبعا نتمنى نتكلم لكم عليها ايضا في الحلقه المقبله، وشكرا على المتابعه، ونتمنى يتزادوا المشتركين والمشتركات في القناه، يعني ملاحظاتكم ما تبخلوش عليا بها، اللي كيعجبو هذا المحتوى يدعمو، اللي ما كيعجبوش هو حر، حتى واحد ما غنقول ليه شي حاجة. وشكرا لكم. او بالمناسبة انا راه كنكتب سلسلة ايضا سلسلة على يعني على حياتي، ولكن من خلال الطابوهات الثلاث الدين و بون ماشي السياسة، ولكن نقدر نقول الدين والسياسة والجنس بصفة عامة بطريقتي ومن خلال تجربتي الحياتية ومن خلال الخيال ديالي والمعرفة ديالي والنظرة ديالي للعالم. كنتمنى حتى هي باسم إزهتي ليلي. تحياتي لكن صديقاتي ولكم أصدقائي، وشكرا، ولقائنا في الحلقة المقبلة من حكاية لاجئة مغربية بكندا.